اربطه وقصر لها بقى. اربطها في العمود. حمارة المسكين. قصر لها خالص. زلطة. طبعا الفل. العرش دي من زمان؟ بقى لها يومين ثلاثة. واقفة بقى لها يومين في الزريبة. شوف ده فيها زلط في قلب اللي بتاع من جوه. هو دي اللي معرجها. اه. شو كده؟ طبعا علبتها على فكرة، خليك زي ما أنت ما تخافيش. شوف الزلطة؟ هو ده الزلط. الواد بيطلب وقال لي امبارح كانت بتورط بيقول طلعت من رجلها مسمار. فايدك فوق اه طلع في رجلها مسمار؟ آه. لا فيها زلط اهي. هو الزلط دي اللي عامل فيها كده. شوف في قلب الحفرة انزل يا رماش كده. بص قدامك. الزلطة فين؟ الله يا محمد ورينا الصالح يا رب. امسك يا ياسر. امسك يا التليفون. حسيت ايدك وايدك والكاميرا، ايدك والكاميرا ورا. فين في السودة ده زلطة؟ اه. بس ما بتمشيش كتير يا. امسك يا بيه، روح يلا. الزلطة في قلب الحفرة. شوف سبحان الله قافلة عليه. اه شوف. كده هتمشي بقى وتطيب. اتحط لها الحدوة تمشي وتطيب. امسك التليفون ده امسك السندوتش ده. ده ما فيش دم ولا حاجه. ما هي دي عامله، هي دي اللي عامله الدم. تيجي تمشي ما تعرفش تمشي. مش عارفه تمشي. اصل سبحان الله هتمشي ازاي؟ الزلطه هنا في الحته دي داخله فين؟ في اللحم. عامله خراجه اهي. تيجي تمشي ما تقدرش تمشي يا عيني. الف سلام عليك يا حمار. وانت راكب وتقول حاو خلاص. راكب والله كنا ايه انا رجلي من الوجعان. تفكر ايه؟ امال ايه؟ لو طلعت الاكسجين بقى نطلع دم اهي ونطلع جله برضه. طب يلا هات القماش البيض ده يا رماس كده بسرعه. سيب سيب سيب. حلو. انت هتعمل ايه؟ ترش انت؟ انت ارفع ايدك فوق خلي رماس ترش. رماس ايدها معانا اهي. بس عشان اه الجنتين الزرقاء فين يا فارس اللي احنا كنا عاملين؟ تحت الكلام تحت. مفيش حته صوفه؟ صوفه ما هنا اهي. حته كده. شوفها كده اهي. ادي الصوفه اهي ولا تزع. ايش وادي المرهم اجاك يوم. يلا يا كنت حاطط مرهم الاول. ما انا هحط لك مرهم اهو. احنا قفلنا ولا دقينا مسامير ولا عملنا حاجه لسه. شيش هذا الحدوه اهي. لا اعدل يا معلم. فصل معوجه ليه؟ الفيديو فصل؟ لا لا يا بقول معوجه ازاي؟ انت عاملها كده ليه؟ عشان ما تزحلقش.
مستغرب انا في الحته دي. تك الحضه حاجه ما تحركش الحضه بقى، خلاها على نفس الزاويه دي. قول بسم الله. بسم الله. ثلاث ايام ان شاء الله هترتاح. ثلاث ايام عايزك تريح. عايزك تريح حاليا. امسك المقطمة يا حاج. شيش يقف، شيش يقف، شيش. مسمرة. نزل دم؟ اه. ليه؟ امسك حاجة. لا ما تعملش حاجة. بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده خلصنا وان شاء الله مرحله الشفاء 3 ايام. ماشي. يلا ربنا يشفيها لك يا ابو الحاج. ان شاء الله. اي خدمه ثانيه؟ شكرا. نزلها. نزلها بقى على الارض. هو الحاج من بعيد مش هنعرف نصورها ثاني، وان شاء الله 3 4 ايام وهترتاح. هذا المساء. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله لك. ماشي. لا ما شاء الله. لا بس ارتحت اهي. لا بقت حلو. بقت حلو. اه لا. لا بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. اربطه وقصر لها بقى. اربطها فين؟ في العمود. الحمارة المسكينة. أصل الله خالص. زلطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده خلصنا وإن شاء الله مرحلة الشفاء 3 أيام. يلا ربنا يشفيها لك يا أبو الحاج. أي خدمة تانية؟ شكرا. نزلها. نزلها بقى على الأرض. لا ما شاء الله. لا بس ارتحت اهي. لا بقت حلو. بقت حلو. اه لا بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي.